السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمهندس. ممكن بس يا باشمهندس تعيد الجزء بتاع الامتحان ده تاني؟ طيب طب الأول الصوت واضح؟ اه كده تمام. طيب هو بص، هو الفكرة كلها الدكتورة زي ما انتوا سمعتوا كده، الدكتورة كانت معانا من شوية ولغتنا، قالت إن الامتحان هيكون بإذن الله 3 أسئلة يعني، تمام؟ هيبقى سؤال على الدار، وسؤال عن طرى، وسؤال تشيك ستابيلتي على جسم سد خرساني. تمام يا باشمهندس. خلاص، فهو ده يعتبر يعني ايه المنهج اللي احنا ايه خدناه. النهارده ان شاء الله هنشتغل على السد الخرساني او السدود عموما، وهنطبق عليها في سكشن يوم السبت، يعني هنديكم ان شاء الله مساله يوم السبت وايه مع الخزانات، وان شاء الله يعني ايه نبقى اجتهدنا وغطينا اغلبيه الايه الحاجه اللي مطلوبه منكم باذنك يا رب. طيب نتوكل على الله ونبدا. طيب احنا بنتكلم النهارده مش هنسين، او لو قلنا اللي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت، اتكلمنا عن لحظه بس هسجل المحاضره. أنا بدأت يلا. التسجيل يا اه باشمهندس. طب تمام زي الفل. طيب احنا الاسبوع اللي فات مش هنسين اتكلمنا عن الخزانات. قلت ان انا عندي محتاج ان انا اخزن ميه لجميع الاستخدامات بتاعتي، اذا كانت صناعيه او تجاريه او ملاحيه او مستخدمه في ميه الري او الشرب، ايا كان الاستخدام، فانت محتاج تخزن ميه. هتخزن ميه ازاي؟ عندي خزان طبيعي للبحيرات الطبيعيه، وعندنا خزانات صناعية. الخزانات الصناعية دي عشان نخلقها أو ننشئها بيعتمد على طبوغرافية الأرض وعن طريق السدود، تمام؟ طيب فالنهاردة عايزين نتكلم بشكل مبسط شوية عن موضوع السدود. هنا زي ما انت واضح قدامكم، احنا بنتكلم هنا السدود عندي انواعها اللي موجوده عندي. جرافيتي دام، اللي هو الجرافيتي دام من اسمه كده، اللي هو السد التثاقلي زي الجرافيتي وول، اللي هي بتعتمد في الالتزام بتاعها على وزنها. عندي امبانكمنت دام، اللي هو اللي يعتبر الامبانكمنت دام ده بنتكلم فيه عن السدود الترابيه او الركاميه اللي هي منشاه عن طريق الردم. عندي الاستورج ريسرفوار، ده الخزانات اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. الهايدرو باور دام، دي السدود اللي هي بتنشا لتوليد الطاقه. تعريف الدام، التعريف الدام لو حبينا نعرف الدام او السدود عموما، هي عباره عن حاجز مائي. الحاجز المائي ده بيبقى على موجود على مجرى النهر. طب ايه الريسرفوار عشان المسميات تبقى واضحه بالنسبه لنا؟ الريسرفوار هو البحيره الصناعيه اللي اتخلقت امام ايه السد. طيب بختار ازاي مكان السد؟ طبعا عشان اختار مكان السد طبعا بختاره طبقا لطبوغرافية المكان وطبقا لجيولوجية المنطقة، والطبوغرافية بتحدد بناء عليها حجم السد وحجم البحيرة، تمام؟ ازاي اصنف السدود؟ بصنف السدود طبقا لكذا طريقة. اول حاجة المواد المستخدمة في التنفيذ، طبعا التكلفة بتاعتها، طبيعة التربة، الاستخدام بتاعها، والتخزين. أقدر بناء عليه أصنف السدود. ممكن يعني زي ما انتم شايفين كده، ممكن حسب الماتيريال، حسب طريقة الالتزام بتاعتها، وحسب شكل التربة اللي أنا بستند عليها، وحجم التخزين وارتفاع السد. دي طرق من طرق لتصنيف السدود. ده اشكال السدود، اذا كان شكل الشمال تحت ده الكونكريت جرافيتي دام اللي هو سد تثاقلي عن طريق الخرسانه، تمام؟ او ان انا بعمل سد من الردم زي ما هو شايفينه قدامكم في اليمين فوق. ودي نبذه تاريخ، نبذه مختصره عن احجام السدود اللي موجوده على العالم، يعني نبذه عن الموجوده واطوالها، تمام؟ لو اتكلمنا عن السدود اللي موجوده في مصر، لاقي عندي في سد اسوان القديم، تمام؟ ده سد تثاقلي من المنشأ من الطوب، تم تعريته أكتر من مرة. حاولنا نجمع البيانات المتاحة بقى عليه. عندي السد التاني، سد العالي. السد العالي طبعا عندي موجود، عندي اللي هو موجود في مصر، عندي في أسوان. برضو دي معلومات عامة عن السد العالي، تمام؟ وده شكل ايه 3D للسد العالي، تمام؟ ما عندناش طبعا جرافيتي دام في مصر.
الجرافيتي دام عشان نبص عليه لانه مش موجود في مصر عندي، بيتكون عندي من او ممكن نعرفه ان هو بيتكون عندي من جسم السد اللي هو الجسم الخرساني، عندي البحيره بتاعه السد، عندي الكريست اللي هي القمه بتاعته، عندي ارتفاعه لازم اكون عارف المعلومات دي، محور السد، القاعده بتاعه السد، التوي اللي هي النقطه اللي ممكن يحصل عليها دوران، والاساسات بتاعته. طيب الشكل الانواع بتاعه السدود الخرسانيه عندي منها جرافيتي اللي هو التساقلي زي ما هو باين الشمال كده تحت زي اللي احنا كنا بناخد شبه الحوائط، عندي الارش تمام، وعندي ايه الباترز اللي هي زي اللي هي اللي عندكم بالنسبه لكم اللي هي خدتوها في الحيطان اللي هي الكاونتر فورت. طيب لو خدت الجرافيتي دام كشكل كده مبسط ليها زي اللي قدامنا كده، هلاقي ان انا ممكن الجرافيتي دام ده ابعاده ابدا اقسمها زي ما قدامكم، خليكم معايا بس دقيقة يا باشمهندسين. ايوه شمسين معاكم. فاحنا لو بصينا في على الرسمه اللي قدامنا هلاقي ان الرسمه اللي قدامنا ابعاد السد بتتقسم زيها زي الحيطه بالظبط قدامنا تمام، ودي اشكال مختلفه ممكن يبقى شكل يعني ممكن تتقسم مثلث ومستطيل تمام، وده شكل تاني ليه تمام. الفكره العامه كلها الاستاتيكال سيستم بتاعته انها بتشتغل كانها كانتليفر زي ما انتم عارفين الكلام ده في الحوائط خلاص. طب الاحمال اللي بتيجي عليها، عندي حمل ضغط ميه، ضغط ميه ممكن الضغط الميه ده ممكن ناخده ضغط ستاتيك، وممكن عندي جزء فوق دايناميك اللي هو بتاع الامواج تمام. احنا بنتلاشى الكلام ده كله بس بناخد خط الضغط، عندي ضغط الاستاتيك اللي موجود بس على السد لتسهيل المشكله، بقسم اللي عندي الاحمال اللي موجوده اللي هو وزن السد، بقسمها للاشكال الهندسيه. بقسمها لأشكال هندسية يا باشمهندسين، عندي اللي هو ضغط المية، والمية فيه لها ضغط، ضغط جانبي وضغط رأسي على الشكل اللي قدامي، وكذلك لو في مية في الداون ستريم باخدها معايا في الاعتبار تمام. طبعا بيبقى فيه عندي أبليفت جاي من تحت لفوق تمام، الأبليفت ده برضو بناخده معانا في الاعتبار. طبعا قيمة الابليفت في الاب ستريم هي الجام اوف اتش اللي جاية لي من الاب ستريم، والداون ستريم برضه هي الجام اوف اتش تمام. طبعا احنا ما بناخدش بناخد في اعتبارنا انها مسألة عادية خالص اللي هي الحمل بيبقى عليها مثلث بالشكل ده، وعندي جزء جام اوف اللي هو الجزء الابليفت باخده اللي هو الجزء مستقيم مش هاخد المكسر معايا تمام. طبعا امتى بيحصل الكسره دي؟ بتحصل امتى؟ لما بيبقى في جزء تخفيف احمال ابليفت، لان انا عندي الابليفت ده يعتبر حمل من الاحمال اللي بتيجي على المنشا. طيب انا اتلاشى تاثيرها ازاي؟ ان انا بعمل ايه نقطه تخفيف ضغط تعويم، بس غالبا ده مش هيبقى معانا ان شاء الله تمام. طيب ده اللي هو الجزء بتاع تخفيف التعويم، خليه مش معانا او هنتكلم في الدكتوره ان احنا نخلينا بس في الابليفت بدون تخفيف تعويم تمام. طيب
عندي حالات تحميل طبعا زي اي حاجه، عندي للمنشأ بتاعنا عندي الحالات التحميل اللي هي الجاست اوف كونستراكشن، ما يبقاش في عندي ميه، في عندي ديورنج نورمال اوبريشن اللي هي في ميه اب ستريم وداون ستريم، وديورنج فلاد بيبقى في منسوب الميه اقصى ما يمكن، بيبقى في جزء سيدمنتيشن تحت. تمام، اللي بعمل زي ستريس اناليسيس، وده الجزء المهم عندنا مطلوب بالنسبه للجرافيتي ده. عندي اوفر تيرنينج، وعندي سلايدنج، وعندي اجينست اوفر ستريس على الكونكريت وعلى الفاونديشن، يعني الستريس بيشيك عليه الكونكريت والفاونديشن. عندي حاله عشان اجيب الحالات التحميل اللي عندي اذا كان في ميه او ما فيش ميه، وبجيب شكل توزيع الاجهادات الموجوده في اسفل. في الاسفل عندي ده شكل تمثيل على احد برامج الكمبيوتر بالنسبه للسدود الخرسانيه. بالنسبه للارث دام بقى، الارث دام عندي المثال الاكبر عندنا اللي هو السد العالي، الشكل التقريبي بتاعه بيبقى الوضع ده. تمام، بيبقى بيتكون عندي من ردم، ويبقى فيه فلتر، بيبقى فيه فلتر عندي في الأدمة الخلفية، بيبقى فيه في طبقة عازلة في الجزء الأمام. أحيانا بنلجأ إن إحنا بنعمل كور أو بنعمل حقن تحت الجسم السد بحيث نمنع أو نخفف التسريب اللي بيحصل. لو الكلام ده إحنا بنعمل كل ده عشان نمنع أو نخفف التسريب اللي ممكن يتكون خلال جسم السد، وشكل التسريب اللي بيتكون جسم السد زي ما أنتم شايفين بالمنظر ده قدامنا في الرسمة. طيب انا لو عملت مانع للتسريب عندي، بيتمنع التسريب بالشكل ده، ان انا بمنع التسريب اللي داخل عن طريق الكور اللي بعمله، وبحط ايه مناطق لفلتر بيسحب المية اللي اتسربت بالشكل ده. تمام، وده شكل بيوضح لنا تأثير الطبقة العازلة او الطبقة الصماء على الايه جسم السد او على التسريب من خلال السد. تمام، وده تأثير الفلتر أو الأدمة اللي موجودة في نهاية السد، بتأثر طبعا على الفراتك لاين أو خط التسريب. تمام، طبعا احنا عندنا عشان نبدأ ندرس الاتزان بتاع السد، السد الترابي، اتزان السد الترابي عندي اول حاجه عندي بشيك على السلوب ستابيلتي طبعا زي الميول الترابيه اللي انتوا خدتوها في السويل، ده يعتبر جزء مهم عندي في دراسه السدود. تمام، وجزء طبعا بيأثر معاها جزء ايه السيبج طبعا بيأثر على دراسه ايه الاتزان. طيب عندي الحالات التحميل عندي او حالات التشغيل عندي، اول حاجه حالة التشغيل أثناء التنفيذ، يعني عندي حالة تحميل أثناء التنفيذ، وعندي بشيك استابيلتي على حالات مختلفة من ملء الخزان. تمام، حالات الانهيار بتاعة الجزء بتاع السد الترابي، احنا السد الخرساني بينهار زيه زي الحيطة، يعني بياخد ايه التزام السلايدنج او اوفر تيرنينج او اوفر ستريس. طيب اما في حاله السدود الترابيه فانهياراتها بتبقى ناتجه عن السيبج اللي هو التسريب، بيبقى هو سبب دايما الفيلير عندي، خاصه في منطقه اللي لو حصل بايبنج ليها. تمام، او اوفر تيرنينج برضو، او بيحصل نوع من انواع التاكل. تمام، لايه لجسم السد زي ما هو باين قدامكم في الصوره، فهو دايما الانهيارات بتاعت الايه الارث دام بيبقى نوع من انواع بتسبب نتيجه التاكل. تمام، اللي جاي من التسريب اذا كان في الايه، وغالبا ودايما بيبقى التاكل في منطقه الداون ستريم. بنعالج الكلام ده ازاي؟ بنعالجه عن طريق ان احنا بنعمل كور داخلي، او بنعمل مجموعه، او بنعمل طبقه عازله او طبقه صماء خارجيه. خلاص، بصمم ازاي؟ بيصمم طبعا ضد الهيدروليك فيلير. تمام، وضد السيبج. تمام، وطبعا ايه ده شكل ايه دايما بيهمني شكل ان انا ارسم شكل الفراتيك لاين، وشكل ايه الاكزيت جريدينت بتاع الميه اللي هتتسرب، وشيك دايما على الايه الاستابيليتي بتاع الايه السلوب ستابيليتي او اتزان الميول. تمام كده يا باشمهندسين.
وباخد في اعتباري طبعا التخزين الميه اللي موجود عندي في ايه الريزرفوار. ما ننساش ان انا عندي في جزء فيه سيدمنتيشن بيحصل بيعمل تحميل على السد. طبعا جزء الايه الخزانات ده طبعا احنا شرحناه المره اللي فاتت، وهيبقى في تطبيق عليه ان شاء الله يوم السبت باذن الله. طبعا في جزء الهيدرو باور ده الهيدرو باور دام ده كنبذه بسيطه عنه. الهيدرو باور دام دي اللي هي المنشات اللي هي السدود اللي هي بتبقى تخليقها الاساسي او تشغيلها الاساسي بيبقى في ضوء ان هو توليد الطاقه. تمام. طيب اكبر مثال طبعا عندنا اللي هو ايه سد النهضه عندي، ويعتبر ايه ان من السدود اللي هي الاساسيه فيها توليد الفكره الاساسيه فيها توليد الطاقه، فبتبقى محتاجه هيد ميه كبير بحيث تولد طاقه عندي عن طريق التوربينات. ده شكل للمأخذ، الشمال فوق ده المأخذ وبتخش على التوربينه. التوربينه دي بتحول اندفاع الميه ده لكهرباء. تمام. وبعد كده عندي ايه الميه بتخرج تاني. يعني هي الفكره كلها ان الميه بتخش في المواسير دي. طيب مجرد ما بتخش في المواسير بيحصل ايه؟ يعني بتخش باندفاع. طيب الاندفاع ده بيخليها تحرك التوربينه، التوربينه دي بتتحرك بتولد طاقه بناء عليه، وبعد كده بروح مخرج الميه من فتحات ايه التوربينه زي ما الصوره واضحه قدامكم. تمام. ده شكل مبسط ليها. تمام. ده شكل الايه للتوربينات. طيب الاستفسارات بتاعتكم يا باشمهندسين لو سمحتوا، لو الناس سامعانا يا باشمهندسين. طيب لو حد عنده استفسار، في حد عنده اي استفسار على المحاضره؟ اه باشمهندس برضك، يعني انا لغايه دلوقتي ما فهمتش ازاي نعمل التشيك ستابيليتي للدامس. هتعمل تشيك ستابيلتي ازاي للدمس؟ التشيك ستابيلتي للدمس انت لو بصيت كده، تعالى نرجع تاني. تمام. احنا هنتكلم ده، احنا التشيك ستابيلتي على الجرافيتي دام عشان بس تبقى امور محدده برضو على المطلوب بالشكل الدقيق، ان انا مش محتاج اعمل تشيك ستابيلتي على الجرافيتي دام. جرافيتي دام لو جيت بصيت عليها، هجيبها لك بس الاول السلايد بتاعتها. انا مش باشمهندس لو جيت دلوقتي قدامي سد زي ده قدامي بالمنظر ده وعايز اعمل عليه تشيك ستابيلتي يا باشمهندس محمد، هعمل ايه؟ هحط حاله التحميل. تمام. هجيب دلوقتي تشيك سلايدنج وتشيك اوفر تيرنج وتشيك ستريس زيها زي الحيطه بالظبط، مش هنحتاج منك اكتر من كده في الفتره اليومين يعني في الوضع ده. يعني انا لو عايز اعمل تشيك ستابيلتي ده اللي هنطبق عليه يوم السبت باذن الله، فهنعمل تشيك ستابيلتي على السدود اللي هي التساقليه او الجرافيتي ده. تمام. وفي الحاله دي هنعمل ايه؟ هنبقى عندي سد زي ده، هحط عليه حاله التحميل اللي هي بتاعتنا او المعطاه. ففي حاله التحميل المعطاه دي هحطها واعمل تشيك ستابيلتي بتاعتي اللي هي عباره عن اوفر تيرنينج وسلايدنج وستريس زي ما احنا بنعمل في الايه في الحواب بتاعت السويل بالظبط. يعني هيشرح لسه مثال محلولة في السكاشن، لان هو كده كده هيتشرح مساله، بس اللي انا عايز اعرفه منك، انت لو اديت لك حيطه بالشكل ده، سيبك من نص مسد، لو اديت لك حيطه بالشكل ده، هل لو قلت لك تعرف تشيك اوفر تيرنينج تعرفش تعمله؟ اعرف اعملها، بس لازم اعرف الاول الفاكتور اوف سيفتي هاخده بكام والاجهادات طب بالظبط. انا السؤال بقى، لو انا مش دي كلها جيفن داتا، يعني انا مثلا في الحيطه مثلا بديك مثلا فاكتور اوف سيفتي، او لو ما اديتهولكش هتفرضه صح؟ خليني سي ما اديتهولكش هتفرضه ما انا واحد عايز ونص اعرف بقى باتنين. برضه، يعني انا افرضه بواحد ونص ولا واحد وربع، ولا افرضه باثنين او بثلاثه؟ طيب هو في حاله دايما احنا بنفترض جدا ان هو ما ادهولكش، بس انا بقول لك دايما خدها قاعده عامه في التعامل مش في دي بس. تمام. ان هو لو في حاجه ما ادهلكش تفرض فرض بسيط فرض منطقي دايما، ايه دي قاعده اساسيه في التعامل. انا ما ادلكش معلومه والمعلومه دي اساسيه عندك في الحل، طب هتتصرف ازاي؟ هتعمل لها فرض منطقي. تمام. فانا بالنسبه لي انا لو قصدي جيت يعني ان في دلوقتي، حاجات لسه ما نعرفش تفاصيلها بالظبط، المفروض نعرفها لسه، زي طب مثلا قول لي في قول لايف لي وود على السد، ما فيش لايف وود لا ما هو لو ديت في لايف مثلا. لود هدولك كجيفن كحمل، يعني ليه؟ لان اللايف لود ده جاي من ان بيبقى اي سد بيبقى فوق طريق، فهو لو في لايف لود هدولك كحمل، هقول لك زي الحيطه برضو زي الابطمنت ما بيبقى فوقها حمل.
انا عايزك تسال كل حاجه عشان انت اسئلتك هتفيد زمايلك. تمام، انا قصدي بس الامتحان هيجي زي ما هو زي انا دلوقتي لو اديت لك دلوقتي لنا باشمهندس محمد السكاشن هو المثال ده عندنا في المنهج اصلا هيبقى غالبا شبهه. يعني هو الفكره كلها ان احنا هناخد جرافيتي دام اللي هي شبيهه للحوائط الخرسانه العاديه، تمام، هنشيك عليها الاربعه التشيك الاساسيين اللي هو الاوفر تيرنج سلايدنج والستريس. يعني كده اللي خدناه المحاضره اللي فاتت مش هيجي في الامتحان. والله دي بقى يعني دي تبقى اللي شيت بقى غالبا ممكن لو جه هيجي عليها اسئله نظر، يعني اسئله يعني ايه سكتشات او دايجرام حاجات اللي هي يعتبر ايه من بعد اذنك يا باشمهندس بالله عليك، هو ما هو الدكتوره لسه قايله في التسجيل يا سلمي والكلام واضح، الكلام واضح يا سلمي، هم ثلاث اسئله والدكتوره متفق معانا ان ما فيش نظري، ليه بتساله في حاجات بقى بتعيد ونزيد فيها؟ طب بص يا باشمهندس احمد، يعني خلينا بس الامور واضحه، يعني هو كلمه ثلاث اسئله يعني ثلاث اسئله على ايه الهضار، يعني انت سمعنا المكالمه يعني سمعنا الكلام زي ما سمعت انت وانا سمعت، تمام، يعني كانت لسه بعتلي لان سالت السؤال ده لانك انت هتساله الامتحان هيبقى عامل ازاي، فالدكتوره مشكوره بعتت وقالت لنا ايه الاسئله عامله ازاي، بس خلينا برضو ايه منطقيين، يعني لو جالك انت عندك سؤال في الهضار وسؤال في الانطره وسؤال على السدود، يعني لو جه في النص وسالك ايه اعمل سكتش مثلا لحاجه لشكل السدود او لشكل انواع انواع الريسيرفوار او مثلا شكل كيف تصنف السدود على ما اظن، هي يعني باش الدنيا مش هتخرب يعني. هي قايل لنا من اول السنه والله متفق معانا يا باشمهندس على الحوار الاسئله النظري، قالت لنا انا مش هجيب لكم اسئله نظري خالص انتوا بتحب، واحنا متفقين معاها على كده، قلنا لها دكتور انا مش بكلمك، انا مش بكلمك في في في, في 80 ورقه، انا بكلم حضرتك في بعض المعلومات القشريه، تمام، اللي المفروض تبقى عارفها خارج عارفها، يعني انا مثلا انت حضرتك خدت حاجه اسمها سدود، ايه انواع السدود، يعني حاجات يعني انا مش بقول لحضرتك انك تخش يعني انا مش بكلمك ان هو خلاص ما فيش، يبقى لو لقيت كلمه تكتبها غير اسمك كنظري يبقى الدنيا خربت، يعني على ما اظن خلينا نتكلم على مستوى مهندس في طالب في سنه رابعه مدني، تمام، يعني خلينا نتكلم يا باشمهندس احمد في مستوى طالب في سنه رابعه، خلاص يعني خلاص هيتخرج كمان شهرين، فيعني الدنيا مش هتخرب، يعني لو ليه لو سألنا سؤالين ثلاثة ايه عن معلومات المفروض عامة، يعني مش كل حاجة ارقام برضو وكلها يعني كلام ايه اللي هو اللي هو الاساسيات، يعني مش هيكلمك حاجة اصل المنهج ما فيش منهج عشان يبقى في حاجة اسمها بين السطور، ده هو مثلا انا يوم ما هسألك ايه انواع السدود، ايه انواع، طب ايه شكل ارسم سكتش للشكل التسريب، حاجات اللي هي سكتشات بايدك اللي هي لا يعني يعني ما تعتبرش معضله يعني بالنسبه للمنهج، يعني احنا كده كده الحاجات دي يعني عارفينها معلومات عامه، بس احنا كمذاكره من اول السنه كاتفاق مع الدكتوره ان الحاجات دي مش هنتسال فيها في الامتحان، فكمذاكره احنا اللي اتمرنا عليها زي نرسمها ولا ذاكرناها، يعني ايه اللي هو احنا نقعد نحفظ نظري مع الحاجات دي ما ذاكرناهاش، ما ينفعش نيجي في اخر نظر. السنه ونذاكر هو هو فين النظر اصلا، انا مش عايز بس نتكلم كلام لا جنرال وكلام عام، نظري في اللي قبل كده على سبيل المثال معلومه كده صغيره اعرفها مثلا، انا زي المحاضره دي مثلا يا باشمهندس اقول لك، طب اقول لك انا لو هبص انا كواحد مثلا انا مكانك وهذاكر المحاضره اللي قدامي دي، ايه كلمه نظري اللي انا اعرفها، تمام، انا محتاج انك تعرف ايه هو في ايه السدود اللي موجوده في مصر، يعني عندي السد العالي السد اسوان بس خلاص مش عايز منك اكتر من كده تعرف، ماشي ماشي يا باشمهندس، ما هي متفق معانا ان الكلام ده هو القصد ان الكلام احنا عرفناه وانت متاكد ان احنا عارفينه، هي بقى متفق معانا في الكلام ده ان مش هيجي فعلا، هي حتى قايلنا حتى برضه في المتر ما قالت لنا نفس الكلام وفعلا جايبه مساله بس ما انا بتكلم انا بفكر معاك من جانب اخر، يعني انا بقى دايما ايه مأمن نفسي، يعني دايما بص يا هندسه خليك دايما في الجانب الامن، هو انت لسه من شويه زميلك بيقول لك الفاكتور اوف سيفتي كام، خدت بال حضرتك، خليك دايما لو مش فاطه هناخده زي اللي جينا في السكشن حاجه مع يعني متعارف عليه، لا انا بتكلم ايه ان هو ان انت خليك في الجانب الامن في التفكير، يعني ايه يعني ما يعني ما خلاص ما فيش نظر، يعني لا مانع انك تبقى عارف في كلمتين يعني في وسط أيوة. الشغل معلومات يعني إيه؟ عامه لنفسك، انا بفكر انا بفكر معاك انا بفكر وانت مكانك، يعني لو انا في يوم من الايام كنت زيك طالب الدكتور قال لي مفيش نظري، يا عم خليني يا عم الدنيا خليني مأمن نفسي والدنيا تمام معايا، لو قدر الله جل من لا يسهو جالي سؤال في النص ابقى فاهمه برضه وعارفه، عارف ازاي، وخاصة ان انا بقول لك هو انت اصلا المنهج عندك كلمة نظري دي، كلمة نظري دي ممكن تسمعها في يعني في مادة تانية في الماتيريال في ادارة
اما هنا مفيش مفيش حد التصميم. يعني انا لما اجي اقول لك ايه انواع ازاي بناء على تصنف السدود، بتصنفها طبقا لايه؟ طبقا مثلا لشكلها، طبقا لطريقه التنفيذ، طبقا للمواد المستخدمه، طبقا لحجم البحيره. بس كلام عام اهو، ده يعتبر معلش كلام عام اللي هو ويكيبيديا زي ما بنقول دايما، ان هو كلام ممكن تجيبه من عن يعني كلام عام مش كلام علمي، يعني ان معلومات أيوة. عامه المفروض تكون عارفها. على انا الاقل تبقى يعني مش هاجي اقول لحضرتك مثلا اثبت لي مثلا استنتاج الشكل الفراتيك لاين اللي موجود بتاع السد التراب، مش هاجي اقول لك اثبت لي معادله الفلو نت. ده اسمه بقى ايه؟ ده فعلا ده اسمه نظري بقى، ده اسمه نظري بقى. خدت بال حضرتك؟ اما الكلام العام ده ما مش اسمه نظري، يعني ده اسمه كلام عام تعريف. هو انت راجل بتاخد داخل بتحل مساله سد، على الاقل تبقى عارف السد ده بيعمل ايه في الدنيا. لا حضرتك الله، بس خلاص. ها ادي ادي نوع من انواع التوصيف في السدود، طريقه التشغيل. يعني انت عارف دلوقتي بيخزن ميه، ممكن يعمل حاجه تاني؟ ممكن ينتج الكهرباء. الله يفتح عليك. بس وانا مش عايز منك تعرف من الحاجات دي. امال مش عايز نظر لاعب بقى؟ نعم بقول له ما انت عارف. امال مش عايز نظر لاعب؟ كلمه نظر دي معلومات عامه. ايوه انا بتكلم ان كلمه نظر اللي بتعمل مشكله بالنسبه لنا، ان انا اجي اقول لك اثبات حاجات الثقيله دي بنسميها نظري، تمام. اما اللي احنا بنتكلم فيه اللي هي بنقول عليه معلومات عامه عن الموضوع اللي انت بتتعامل معاه، بس مش عايز منك اكتر من كده تبقى عارف. والله هندسه الحاجات دي. نعم سته ابتدائي كنت بذاكرها مع ابن اخويا امبارح. طيب كويس كويس. طيب ان شاء الله يعني ندعو ربنا ان انتم تكونوا بخير وبصحه ان شاء الله، وهقول لكم كل سنه طيبين. وايه ان شاء الله يوم السبت اتفضل يا باشا. هو هيبقى في رسم فلونت في الفاينل ولا برضو مش معانا؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، هو الفلونت ده احنا طبقنا عليه صح؟ تمام. كان في مشكله معاك؟ هو الفكره بس ان هو بنحتاج مشكله، احنا ما خدناش طريقه رسمه ده مبدئيا. ثانيا احنا اول ما الدكتور كلمتنا عليه قال لنا ان هو مش هيبقى معانا في المنهج، وهتدينا طريقه ثانيه ان احنا نحسب بيها الفلونت، فهي ما ادتناش طريقه ثانيه ولا عرفنا ازاي بنرسم الفلونت ده اساسا. هو الفلونت عباره. طب انا هسالك سؤال. انا عارف قواعد الرسم، بس في قواعد تانية كانت بتشرح ولا في قواعد تانية؟ بص احنا ما لا انا هبسط لك الموضوع خالص عشان انا مش عايزك تعقد الامور. الفلونت ما فيهوش قواعد على فكره، انا بريحك اهو اجيب لك من الاخر. ما فيهوش قواعد غير قاعده واحده بس، ان الخطوط تبقى متعامده. طب ازاي تيجي محاوله للخطا؟ ماشي، ما فيش له نموذج اجاب، كل واحد عمل فلونت هو صح، عمل لي شبكة مربعات تحت المسألة هي صح. ها شفت ازاي بقى مبسط لك الموضوع؟ اي حاجة انت عملتها هي صح. طب هو دلوقتي ممكن اساسا الدكتورة تكون حاطة الامتحان على اساس ان احنا مش هنحل فلو نت، فمش حاطة له وقت في الامتحان. انا لو هرسم الفلو نت على اساس ان هو عليه درجة وهو ما عليهوش درجة ضيع وقت. بص يا هندسة انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، خلينا دايما يعني احنا لما بنيجي نذاكر، يعني انا بعرف القاعدة صح، لما تيجي تذاكر ما تحاولش تعمل فوكس قوي على ان السؤال هيجي كذا. خدت بالك اللي هو احنا بنقول عليه كده في اللغه العاميه، انك تنشن على السؤال عشان تجيب جول. انا مش قصدي في المذاكره، انا 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 خلينا نمسك انا بكلمك في الامتحان برضه. على فكره احنا بنتكلم في الامتحان. خليني اسالك سؤال، انت انا بسالك في النت شبكه، اعمل لي شبكه وقلت لك انها صح، بس خلاص انا بقول لك اللي انت عملته صح من غير ما اشوف. مش عملت شبكه ومربعات على قد ما تقدر؟ طلعت مربع، طلعت لي مربع واحد في وسط ال 100 مربع، هقول لك صح. ها كويس كده. الفكره السؤال بيجي في الامتحان يا باشمهندس ان الدكتوره بتبقى طالبه فول هيدروليك ديزاين، فهي هيبقى محدد شويه. يعني ما هو لو جالنا كده في الامتحان انا ما اعرفش هي طالبه ان انا ارسم فلونيت ولا لا، ولو هي مش طالباه يبقى هي مش حاطه. لا 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 الفلونيت ده بيبقى طلب لوحده واضح وصريح. لا ما هو جالنا في الميد تيرم ما كانش مطلوب، وبعدين لقينا الدكتوره بتقول انها كانت عايزه تعلم عليه. لا يا حبيبي ما حصلش. اصنع عليه يعني. لا يا حبيبي لا ما حصلش. لا لا ما نقصناش حد، ولا نقصنا حد على الفلونت، ما نقصناش حد على الفلونت خالص. ما عملنا ما حدش ما على فكره ما حدش رسم فلونت يا باشمهندس. انا بالنسبه لي انا معلم سهير بتقول انها ما رضتش يتعلم عليه. لا 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 مش نازل في النموذج الاجابه، يعني ما نحلش فلو نت الا اذا كان مطلوب يا باشا. ده مطلوب صريح وواضح واضح واضح. خدت بالك؟ واضح واضح، وما فيش حد نقص نهائي على الفلو انه ما رسمش فلو نت، وما فيش حد تقريبا في المجموعه اللي انا علمتها كان عامل فلو نت مبدئيا. يعني
خدت بالك؟ نسمع، انا عايز اسمع اسئله الناس بس عشان دي اخر مره نتقابل في مع المجموعه كلها. خش على لولو يلا دلوقتي هو الامتحان. باشمهندس اتفضل. وبالنسبه للميد ترم لو كان حد غلطان في حساب الاتش ماكسيمم المفروض ان هو بينقص قد ايه تقريبا؟ كام دي انا ما اقدرش اقول لك كام. يعني انا اصل انا عملت يعني انا كان عندي غلطه في حساب الاتش ماكسيمم فقط وبعدين كملت الامتحان كله عادي. هو تقريبا هندسه في تظلمات اتقدمت وتقريبا في اعاده دكتور اسمه ايه ده المهندس محمد كيرا تقريبا حدد معاه. هل اتحدد ولا لا؟ مش مهندس، انا سالته على التظلمات اصلا قال لي سال الدكتور. سالته امتى سالته السكشن اللي فات. طب خليك معايا كده هجيبه اهو. لا بس انا معلوماتي ان هو في ناس قدمت تظلمات، مجموعه قدمت تظلمات تقريبا ما جاتش او كان عندها ظرف او والمفروض يمتحنهم النهارده او يوم السبت. ايوه ما هو ده اللي هو بس ما امتحنوش هندسه، مش اللي هو ظهر لهم الدرجه وبيتظلم. ايوه باشمهندس، المهندس محمد بالاسماء الناس اللي عندها تظلمات او عندها مشاكل بتتجمع دلوقتي وهيعملوا امتحان الاسبوع الجاي ان شاء الله بالنسبه للناس عندها مشكله في الميدترم على ما اظن. مش ده باشمهندس بالنسبه للي ما امتحنوش اصلا؟ ما امتحنوش على تظلمات. انا ما اعرفش موضوع التظلمات ده بصراحه، انا ما كنتش متابعه بصراحه، بس انا معلومات اللي عندي ان في طلبه مقدمه تظلمات تمام، تظلمات بقى ما امتحنتش او في مشكله او حصل معها حاجه انا مش عارف، بس عموما في تظلمات متقدمه تمام والناس قدمت تظلمات هتعيد الامتحان الاسبوع الجاي. طب ينفع نعيد الامتحان تاني؟ اعمال السنه برضك عايزين انك تكلم الدكتوره تجيبها لنا لان احنا ما نعرفش اعمال السنه بتاعتنا عامله ازاي. بص هو تقصير مننا ان احنا لسه ما جمعناهاش من المجموعه اللي شغاله سكاشن، بس تاكد ان احنا والله جاهدين هنحاول ننزلها لك الاسبوع الجاي يعني. هندسه ينفع الامتحان؟ ينفع يا حلم؟ ينفع امتحن تاني؟ والله قدم المهندس مجدي علي معانا في المجموعه والمهندس محمد كيرا بلغه تمام وشوف هو هم اللي مسؤولين عن الموضوع ده، بس هو الاسبوع الجاي في امتحان كلمهم ونسق معاهم. باشمهندس نعم معلش بس هو وقت الامتحان 3 ساعات فهيكفي لي 3 اسئله؟ اكيد. ما هو ساعة مثلا اللي هتدار وما عارفش حاطين الأمطار قد إيه وفي مسألة سدود لسه غير إن ممكن يبقى في نظري؟ إيه النظري ده؟ أنا مش عارف إيه النظري، قصدك بين كلمة النظري دي؟ أصل لسه رد على زميلك. لسه متكلمين يا إسلام في الحوار ده والله. لا ما مش بتكلم عن النظري بس أنا بتكلم بس على مسائل اللي هي فول ديزاين يعني بتاخد وقت كتير جدا يعني. يا عم واحنا عارفين لو حلت خلي بالك حضرتك يا باشمهندس لو انت حليت المساله دي بايدك كذا مره مش بعينك، يعني في فرق بين انك انت تقراها وتفهمها وفي فرق انك تحلها بايدك، انك تتمرن على حاجه انك تحلها بايدك مرتين ثلاثه تمام مش تقراها، في فرق انك تقراها وتمام التمام وتشرحها لزمايلك وتشرحها لاصحابك وتشرحها على السبوره، وفي فرق انك تحلها بايدك مرتين وثلاثه وبالاله الحاسبه مرتين ثلاثه على ما اظن هتخلي معدل ادائك فيها ومعدل انجازك فيها في الوقت على ما اظن هيبقى بالنسبه لك افضل بكتير من اللي انت بتقوله ده. طب باشمهندس يعني مثلا الوقت كل مساله المفروض يبقى قد ايه؟ لا بص انا هفهمك حاجه، انت المفروض تكون راجل خبير، انت في سنه رابعه انت بتعمل ايه؟ انت المفروض بخبرتك المفروض يعني انت كمذاكرتك بسيطة على الامتحانات او انت حليت مسائل بايدك، فالمفترض انت حضرتك بتعمل انت اول 5 دقائق في الامتحان بتبص على ورقه الامتحانيه وبعينك بتقدر خلال 5 دقايق ترتب انت اللعبه بتاعتك عامله ازاي. هترتب والله تقول يا هندسه انا السؤال الاول ده هديله من وقتي ساعه لربع وده هديله نص ساعه والسؤال ده هديله ايه تلت ساعه، احطهم كده على ورقه الاسئله جنب كلمه كويشن نمبر 1 مثلا، احط التايم اللي انا هحطه لنفسي تمام، لو انا تعديت التايم ده اسيب السؤال واروح للسؤال اللي بعده عشان ما ياخدش من اللي بعده. ده الطريقه يعني ايه الطريقه الصحيحه في حل الامتحان. يعني انا ما اقدرش اقول لك انا بمهاراتي انا اقول لك الامتحان هياخد قد ايه وقت، بس انت اللي تقدر تعملها. انت المفروض تمسك الورقه الامتحانيه اول 5 دقائق اول ما تمسك الورقه الامتحانيه
تبدا انت تقسم اللعبه بقى، تقول انا معايا 3 ساعات، سيب 10 دقائق، سيب 10 دقائق امان بالنسبه لك، ودي كل سؤال تلت ساعه، ساعه 35 دقيقه، 40 دقيقه، تمام، وحط قدامك الساعه، لو السؤال عدى سيب ورقتين ثلاثه وما خلصتوش وروح السؤال اللي بعده. يعني ما تديش، ما تخليش واحد يضغط على واحد، دي المفروض تعمل خطه ليك وانت بتحل. يعني ما ينفعش تمشي وانت ماشي في الامتحان كده بدون خطه زمنيه، ده معلومات يعني او المفترض تتحل الامتحانات كده. ما هو باشمهندس حضرتك احنا نزلنا مساله واحده بس للقناطر، فانا ما عنديش مساله احلها تانية للقناطر يعني، وصدود ما هيبقى سكشن ورده تقريبا وعليه مساله. فهو انت ما هو معلش في الكلمه، انت حلت المساله دي صح؟ تمام، حلتها بايدك مره كامله. اه لو هتتغير خلاص انت مش هتاخد اكتر من كده، انت لو غيرت هتغير ارقام، تمام، فانت عرفت خلاص بايدك الورقه المساله دي هياخد كام قد ايه وقت معاك، وعرفت الغدار هياخد قد ايه وقت معاك، وعرفت مساله السدود لما ندالك هتاخد قد ايه وقت معاك، فبالتالي باذن الله لما توقف وقت الامتحان هتقدر توزع الوقت على الورقه وتسيب لنفسك 10 دقايق ربع ساعه امان في الاخر. طب يا باشمهندس لو ينفع لو في امثله يعني زياده عشان نعرف نحل عليها تبقى تنزلها. اصل انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا في المره دي الترم ده خدت لك للظروف اللي احنا فيها خفينا المنهج، فكل الامثله معانا بصراحه امثله فيها تفاصيل كتير، تمام، فانا مش انا خايف انزل الحاجه ويبقى فيها تفاصيل كتير تعمل لك لخبطه، فاحنا اختصرنا المنهج على قد ما نقدر للظروف اللي ربنا يعديها على خير اللي احنا فيها دي. كده كويس قوي يا باشمهندس والله. يا عم اسلام اللي تساله عن اشياء تبدا لكم تسوقكم عن المسلات. لا احنا فاتحين باب النقاش، فاتحين باب النقاش عشان ما يبقاش حد عنده استفسار ومالوش اجابه. طب يا باشمهندس يا ريت لو تنزلوا لنا حلول للشيتات نموذجيه زي اللي كانت قبل الميد ترم. يعني خلي بالك الانطره اللي احنا حليناها تقريبا ده حل الشيت اللي احنا حليناه تقريبا، ده حل الشيت الورق اللي كان مكتوب بالايد ده اللي كنا عرضناه او الاخوه الزملاء عرضوه، ده حل الشيت تقريبا. طيب تمام يا هندسه، يعني احنا قاعدين بنتناقش نشوف لو حد عنده مشكله، حد عايز يستفسر حاجه، نوضح لكم امور مش واضحه. هو الميد ترم هندسه اترصد من 20؟ لا اترصد من كام؟ مش عارف من 20 ولا من كام بصراحه يعني، بس هو انت واخد درجه من 10 اترصد من 20، درجه اترصد من 30، مش هتفرق بقى. هتفرق هندسه، ما هو مثلا يعني اللي جاب 6 ده مضربه في 2 بقت 12، بقت النقصان كتير كده هندسه. 6 قصدك اللي واخد 6 من 10 قصدك؟ اه هو هندسه مش كتير، 4 درجات هندسه عشان غلط في اتش ماكسيمم. انت متاكد ان هي اتش ماكسيمم؟ اه والله انا متاكد جدا، ده انا حتى راسم القطاع الطولي وراسم فلونت وراسم كل حاجه. سيكشن كام؟ سيكشن 4. طب انت اتناقشت مع المهندس المسؤول عن؟ كلمته قال لي ما ليش علاقه بالموضوع ده، وكلمه الدكتور، وانا متاكد ان انا حالل صح، بس هي يعني المشكله الغلط الوحيد اللي انا متاكد منه في الفلونت. طب استنى خليك معايا كده، هشوف لحظه كده، خليك اشوف حاجه. وانت فاكر انت كنت لجنه كام؟ ها؟ يا كريم؟ انت فاكر كنت لجنه كام؟ طب ثانيه واحده يا باشمهندس اقول لك. باشمهندس قول يا كبير. قول سامعك على فكره. حقق الامتحانات اتأجلت ولا ايه؟ الخبر بيقول كده دلوقتي. والله يا باشا بص انا اقول لحضرتك على حاجه، ما تاخدش الاخبار من على الفيس، خد الاخبار من على صفحه الكليه او انا حته على الواقع. مصر اليوم حته على الواقع، ربنا يبارك. تاني هقول لك ما تاخدش، انا بقول انا كنت لجنه 33 يا باشمهندس. لا للاسف مش معايا، انا معايا 34. لا انا معايا 34 بس. طب ممكن مين يشوف لي الموضوع ده بس انا مش مقتنع بموضوع اتش ماكسيمم ده، مش عارف ليه. والله انا متاكد يا باشمهندس عشان كده بتكلم بس مش اكتر. مش عارف والله، برضه كلم المهندس محمد ممكن يكون معاه المجموعه بتاعتك، لان هي مش معايا يعني. مش معايا لا. عموما شد حيلك وذاكر وكلمه برضه يعني. هيبقى إيه في كده كده بس اخر محاضره، سواء بقى الامتحانات اتاجلت ما اتاجلتش، دي اخر محاضره بقى. اه باذن الله خلاص. في حد عنده استفسار يا جماعه؟ في حد عنده اي استفسار؟
طيب كل سنة طيبين، وإن شاء الله يوم السبت هنحاول نغطي لكم اللي انتوا عايزينه كله في موضوع السدود وفي موضوع الخزانات بإذنك رب. وتابعوا من المهندس محمد كيرة والمهندس مجدي بخصوص الناس اللي عايزة عندها تظلمات عشان هتمتحن الأسبوع الجاي. ماشي، السلام عليكم. اقفل بعد إذنك يا باشمهندس الريكورد بعد إذنك. تمام تمام يا هندسة.